المعرفة سبب للعمل الصحيح يعني اللي يعتقد بالله ويخاف الله هذا ما يرتكب المحرمات ولذا في بعض الأحاديث موجود إشارة إلى هذه النقطة أنه إذا واحد تشوفه يرتكب المحرمات هذا ارتكاب للمحرمات سبب الأساسي ضعف معرفته بالله سبحانه وتعالى معرفته بالله لو كانت معرفة كاملة تامة ما كان يرتكب أي معصية. يعني شوف من باب المثل أنت اكو طعام أمامك يقولون لك أن هذا الطعام الأطباء يقولون أنه مضر أنه كذا أنه كذا أنه كذا إذا أنت صدق تعتقد بما يقوله الأطباء وتعتقد أن هذا فيه ضرر عظيم هذا سم قاتل مستحيل تاكل منه إذا واحد أكل منه هذا مجنون. يقولون لك ان هذا الاطباء يقولون سم قاتل خلال 24 ساعة حتى إذا كان طعاما لذيذا تفوح منه رائحة طيبة انت إذا تعتقد بصحة كلام اولئك الاطباء بان هذا سم قاتل خلال 24 ساعة سيقتلك مستحيل تاكل من هذا الطعام لكن إذا عقيدتك بالاطباء عقيدة ضعيفة زين لا يخطئون احنا نشوف بعض الاحيان واحد يراجع الطبيب وما يعمل بنصائح الطبيب نقول له لماذا الطبيب امرك الطبيب نهاك يقول لا هذا الطبيب ما يفتهم مثلا هكذا عقيدة ضعيفه هذه العقيدة الضعيفة تؤدي إلى المخالفة العملية إذا صدق الإنسان قاطع وجازم بصحة ما يقولونه وكان ما يقولونه, ما يقولونه خطراً لا موت فيه. هو يقول ضرر هسه يقول مو مشكلة احنا نتحمل ضرر. يقول أنت إذا أكلت هذا الطعام تصاب بمغص مثلا في معدتك في أمعائك. والمو مشكلة نتحمل المغص لأنه ضرر قليل. لكن إذا كان ضرر كبير إذا هو يصدق كلامهم ومطمئن به جازم به سوف لا يأكل. الإنسان المؤمن إذا حقيقة يعتقد بالله سبحانه وتعالى. وحقيقه يعتقد بالرسول وحقيقه يعتقد بالاخره وعذابها هذا مستحيل يرتكب ذنب فاذا ارتكب ذنبا كشف ذلك عن ضعف عقيدته